السلام عليكم، هذه مريضة عندها سرطان الجلد، عافانا وعافاكم الله. حولناها لأخصائي ودار لها عملية زي ما نشوفوا قدامنا، ولكن طلع لها نمو في مكان العملية، فمش عارف إذا كان هذا النمو سرطاني وإلا فقط مضاعفات بعد العملية، يعني كان في ندوب أو غرز تحت الجلد. فإنيوي عندها موعد هي مع الأخصائي، وأيضا عندها موعد لـ سيتي سكان أو صورة كمبيوتر. طبعا النوع الكانسر اللي عندها هو سكويموس سيل كارسينوما، وهذا النوع خطير نوعا ما وينتشر في الجسم. فالسيتي سكان أيضا للوجه وللرأس وللعقد الليمفاوية في الرقبة، فقط باش نتأكدوا إن السرطان مش منتشر في أماكن ثانية في جسمها.